نقرأ أبيات الدرس القادم إن شاء الله. يقول الإمام الناظم رحمه الله: واقطع بصدق خبر التواتر، وسوي بين مسلم وكافر، واللفظ والمعنى، وذاك خبر من عادة كذبه منحضر، عن غير معقول، وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد، وقيل بالعشرين أو بأكثر، أو بثلاثين أو اثني عشر، إلغاء الأربعة فيه راجح، وما علي هذا دفه وصالح، وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد، ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع، والبعض بقطع ينفق، وبعضهم يفيد حيث عول عليه وانفه إذا ما قد خلا، حيث دواعي مع دواعي رده من مبتلي، كما يدل لخلافة علي كالافتراق بين ذي تأول وعامل به على المعولين.